أول ماجد في جمهورية قرغيزية. أول ماجد. أيوة. عمرها 160 سنة. 160 سنة. أول علماء، أول قراء بكتاب الله العزيز تعلموا من هذا. ما شاء الله ما شاء الله. أول صلاة تراويح، أول صلاة الجمعة، أول أذان في عاصمة بشكل تعلم من هذا. ما شاء الله. حاليا نحن موجودين في مسجد في عاصمة قرغيزية بشكيك. هذا المسجد منذ 30 سنة تم إنشاءه، هم الآن يجرون لصيانة بسيطة من الصبغ، ولكن كون مسجد جامع بحاجة إلى نظام تدفئة، درجة الحرارة هنا عندهم سالب 20، فهم يحتاجون نظام تدفئة شامل للمسجد بتكلفة 47,000 درهم. نأمل من أهل الخير دعم هذا المشروع اللي فيه إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة، وأن يرفع درجاتهم في العليين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.